أهلا بكم من جديد. أثار قرار تعليق الفعاليات الثقافية في تونس غضب المسرحيين والفنانين، فهم يرون أنه يزيد من تهميش قطاع يشكو أساسا من أزمة هيكلية، وأن الجهات المنظمة حرصت على تطبيق بروتوكولات صحية واعتماد 30% من الطاقة الاستيعابية في الصالات أو المسارح التي استضافت العروض. هؤلاء الفنانون عبروا عن غضبهم في وقفة احتجاجية في وقت سمح فيه للمقاهي والمطاعم بالاستمرار في فتح أبوابها. يأتي هذا بينما أقال رئيس الوزراء التونسي يوم أمس وزير الثقافة وليد الزيدي بعدما رفض الأخير قرار منع الفعاليات الثقافية قائلا إن وزارة الثقافة ليست وزارة لتنفيذ بلاغات الحكومة. من وسط بهو مدينة الثقافة، هكذا كانت طريقتهم في الاحتجاج. مسرحيون وموسيقيون ورسامون يرفضون قرارات السلطات الأخيرة بشأن تأجيل العروض والتظاهرات الثقافية في وقت يعتبرون فيه أن هذه الفضاءات هي الأكثر التزاما بالقيود الصحية وبنشر الوعي. نعمان حمدة أحد هؤلاء، كان له عرض مسرحي في هذا الفضاء لكنه وجد نفسه اليوم محتجا في ساحته. يعني كيفاش هالدولة هذه، كيفاش شنو هي رؤيتها للثقافة، كيفاش ترى للثقافة؟ وأون بليس معناتها نحكيو على يطالب رئيس حكومة بوعي المواطن في مواجهة الكورونا هذه. الوعي للثقافة عمره ما نجم يكون وعي. المطاعم عندي. تعلو الأصوات هنا برفض ما أسموه بالحجر الثقافي. يستغربون من قرار الإبقاء على فتح المقاهي وأماكن التجمعات مقابل إلغاء التظاهرات الثقافية التي يعدونها وقود الارتقاء بوعي البلاد. المنطلق التفكير في كون المواطن في حاجة إلى الثقافة كما يكون في حاجة للصحة، كما يكون في حاجة للتعليم. إذا ما فماش هالقناعة الراسخة والصادقة كون الفنان من جملة الناس الكل في مختلف القطاعات تبني باش تطلع الهرم للحرية والديمقراطية، زايد الكلام. لقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع الثقافة والفكر والفنون في تونس، قطاع يقول أبناؤه إنهم مهمشون لما يعانيه من أزمة هيكلية حقيقية. لا لتأجيل الفنون، هكذا يقول الفنانون التونسيون احتجاجا على تأجيل العروض بسبب الوباء. هم يؤمنون أن الثقافة وحدها ترتقي بالشعوب والأوطان ما دام الالتزام عبادها. أميرة مهذب، العربي، تونس. وينضم إلينا من المهدية في تونس عاطف بن حسين، وهو ممثل ومخرج مسرحي. أهلا وسهلا بك معنا عاطف. بداية، لماذا الاحتجاج على هذا القرار الأخير القاضي بتعليق الفعاليات الفنية والثقافية إن كان لمدة محددة، ويأتي كما يؤكد المدافعون عنه لصالح العامة؟ شكرا، مرحبا بكم معنا، شكرا على مواكبة هذا الحدث المهم في تونس اللي هو نعتبره حقيقة تابع مسار الحكومات المتعاقبة ولا حتى من قبل الثورة في ضربهم وسياسة ضرب الثقافة، لأنهم الحكومات المتخلفة هذه حكومات العالم الثالث يعرفوا جيدا ويدركون جيدا أن محور الصراع هو ثقافي بالأساس. يعني ما مصلحة الحكومة التونسية الحالية يعني في إيقاف النشاطات الثقافية في هذا الوقت بالذات إن لم يكن القرار يتعلق حصرا بالإجراءات المتخذة تحسبا من انتشار فيروس كورونا؟ لماذا يعني تشعرون أن هناك عداء للقطاع الثقافي؟ طبعا هم يعتبرون المثقف العدو رقم واحد ليهم، لأنهم هما في سياستهم يعتقدوا أن المواطن يلزم يكون فقط ناخب غير قادر على الاختيار. يعني عندما يذهب إلى الصندوق فهو يذهب إنسان غير واعي، غير مثقف، غير معني بالمسائل الحياتية، فيختارون أن يحكموا شعبا غير مثقف.
انتظرنا طويلا هذا التغيير الذي حدث على مستوى السياسه في تونس بانتخاب الرئيس قيس سعيد الذي قال حرفيا بان الثقافه هي عماد الامن القومي ونحن انتخبناه بهذا الشيء. وهذا اليوم الحكومه التونسيه في سراحها الظاهر اليوم والذي لم يعد خفي، ناهيك انه وزير الثقافه وقع اقتراحه من قصر رئاسة الجمهورية، يعني اقتراحه من الرئيس قيس سعيد، ويبدو أن رئيس الحكومة الذي يعتبره في رتبة مدير عام للحكومة ولم يرتقي بعد إلى صفة رئيس لم تعجبه هذه، لم يعني لم ليس ليس موافق على هذا القرار. طيب عاطف لو تسمح لي، يعني لم تجب عن سؤالي حتى تصل رسالتك بشكل أوضح، لماذا من مصلحة الحكومة التونسية اليوم إسكات الصوت الثقافي، إسكاتكم؟ هل دخلنا في لعبة التجاذبات السياسية الثقافية وننتظر لمن ستكون الغلبة؟ طبعا أنا أعتقد أني أجبتك على سؤالي. لا أنه يعني هل تتهجمون على الحكومة؟ هل تقفون ضد سياساتها؟ هل تقومون بمشاريع؟ يعني لماذا في هذا الوقت بالتحديد تريد الحكومة التونسية إسكاتكم؟ لأن نحن نعرف المشاكل، نحن على علم بما يجري في تونس، نحن قراب من أصحاب النفوذ في تونس والسياسيين وكذا، نعرفوهم ونعرفوا النوايا الخبيثة نتاعهم ونعرفوا علاقتهم بهذا الشعب التونسي. فما نجموش نكونوا احنا في صف سلطة تمنع الفن وتمنع الثقافة، هذا معناتها أكيد ومؤكد. نحن في تونس شوف هذا مسار، قلت لك أن حكومات متعاقبة يعني من قبل الثورة، العدو اللدود للحكومات هذه هو الرجل المثقف، هو الإنسان المثقف من نظام بن علي عندما استحوذ على الحكم سنة 87، قالوا له أن الشعب التونسي هو شعب مثقف. عندما جاءت حرب الخليج انذاك سنة 90، قالوا له راه الشعب التونسي الشعب يعني يمن بالقضية الفلسطينية، يمن بالقضية العراقية، الجامعة التونسية جامعة متطورة ومثقفة، المسرح التونسي عاش يعني في العالم وفي العالم العربي، عاش يعني فترة في عهد بورقيبة الذي يعني راهن على الثقافة كمجال لخلق مواطن جديد متفتح مفكر. هذا كل من 87، من 7 نوفمبر 87، والثقافة هي العدو اللدود. نعم، وصلت هذه الفكرة، وأنا أشكرك جزيل الشكر من المهدية في تونس. شكرا جزيلا لك عاطف بن حسين الممثل والمخرج المسرحي، عيشك.